أهلا وسهلا فيكم من جديد ومستمرين معكم في يوم جديد. كما تحدثنا في بداية حلقتنا لليوم رح نتحدث عن العلاقة المريحة والآمنة والصريحة مع الأسر. قديش اليوم مهم لما يكون الطفل مرتاح مأمن لأهله ويكون هناك في صراحة، قديش رح يعيش هذا الطفل بطريقة صحية وآمنة. رح نتحدث بهذا الموضوع بشكل مفصل مع هالة يونس وهي أخصائية أسرية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك هالة. صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا. يعني موضوع مهم اليوم، موضوع العلاقة وكيف نبني علاقة بين الأهل والأبناء. يعني بالبداية يمكن نوضح للناس أسس كيف نبني هذه العلاقة وعلى أي أسس تنبنى هذه العلاقة. أكيد بداية إحنا لازم نأكد على فكرة ما هو مفهوم هاي العلاقة. العلاقة هي الشيء اللي يربطك مع شخص آخر، وأسس العلاقة يجب أن تكون في البداية بين الزوجين. تمام. يعني ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا بينكم مودة ورحمة. فبالتالي في أسس معينة يجب أن تبنى بين الزوجين حتى تنتقل لاحقا وتنعكس على الأبناء. أسس هاي العلاقة لحتى إحنا نقدر نفصلها أكثر لازم تكون مبنية على الصدق، الصبر، الرحمة والمحبة. نعم. هاي الأسس الأربعة هي اللي بتبني العلاقة السليمة والصحية والصريحة والمريحة بين الآباء والأبناء. إذا اطلعنا إحنا على هذا الجيل سنجد بأنه هذا الجيل مختلف تماماً عن الأجيال السابقة، والأسباب أكيد واضحة اللي هي التطور التكنولوجي، التسارع في التكنولوجيا والسوشيال ميديا، كلها مدخلات أثرت على طبيعة العلاقة بين الآباء والأبناء. نعم. قديش اليوم مهم أنه تكون هذه العلاقة بين الأباء والأبناء فيها قواسم مشتركة وتكون مريحة؟ هلا بداية بدنا نطلع إحنا على العائلة من فوق. نسلط الضوء على المواقف اللي بتصير بين الآباء والأبناء، وهل هناك قواسم مشتركة بين الآباء والأبناء؟ طب كيف تتشكل هاي المواقف وكيف تتشكل هاي القواسم المشتركة؟ من خلال القدوة. إذا كانت الأم والأب قدوة لأبنائهم فبالتالي أكيد الأولاد رح يتحلوا بصفات الأم والأب، ورح نبلش نبني قواسم مشتركة بيننا وبين أبنائنا من خلال الاطلاع على كل التطورات والمدخلات المحيطة بأبنائنا. أنا كأم إذا شافني الإبن أو الإبنة أني أنا شخص بهتم بأدق التفاصيل، أنه هذا الولد هو أهم شيء في حياتي، هو أولوية في حياتي، فبالتالي هو رح ينظر لي نظرة الحب والاحترام ورح يشوفني قدوة بالنسبة له. الأب بالمقابل نفس الشيء، إذا فهم طبيعة هذا الطفل أو هاي الطفلة وأدرك أنه هو عنده احتياجات، عنده رغبات، عنده ميول، عنده اهتمامات، إذا أنا تفهمت هاي الاهتمامات وبلشت أشتغل على حالي أنا كأم أو كأب بأني أنا أفهم هذا الجيل وأفهم تطلعاته وميوله، فبالتالي ابني راح يكون أكثر ثقة فيه أنا كأم أو كأب بأن أنا راح أتفهم شو طبيعة الأشياء اللي هو بحبها. أبحث عن القواسم المشتركة بيني وبين أبنائي. نعم. طب كيف أبحث عنها؟ بإني أنا أشوف هو إيش الأشياء اللي بحبها، شو المواضيع اللي بحب يتحدث عنها، شو الأشياء اللي هو بيرغب إنه هو يعملها الآن أو في المستقبل. لو أنا نظرت على العلاقة بين الأب وابنه، هل هو صديق؟ هل هو سند؟ هل هو حضن؟ هل هو أمان؟ الأم بالمقابل نفس الشيء، هل هاي الأم تعتبر الملجأ لبنتها؟ هل هي صديقة لبنتها؟ هل هي مدركة لاهتمامات واحتياجات بنتها؟ إذا إحنا ركزنا على هاي الأمور فبالتالي سأخلق وسأبني قواسم مشتركة بيني وبين أبنائي لحتى نطور هاي العلاقة ونبنيها لاحقا بطريقة صحيحة. طب يعني هالة تحدثتي قبل شوي أنه إحنا اليوم موضوع الثقة بين الأباء والأبناء كانت الحياة زمان غير اليوم، واليوم ما راح يكون زي بكرة في بين علاقة بين الأباء والأبناء، لكن بنشاهد اليوم هذا التطور الكبير جدا، وقديش هذا الموضوع مؤثر على تربية الأبناء تحديدا في هذا الوقت وهذا العصر اللي إحنا بنشاهده. إيش على الأهل ممكن يكون هناك أسس يعتمدوا عليها في تربية الأبناء في العلاقة الموجودة بين الأب وابنه؟ كنا نعرف زمان أنه إن كبر ابنك خاوي صح. فإحنا اليوم ممكن نشاهد هاي الأمثال اللي إحنا كنا نمشي عليها في الحياة القادمة أو في الوقت الحالي؟ أكيد. هلأ في بيت شعر لأبو العلاء المعري يقول: وما ينشأ النشء من الفتيان فينا إلا على ما كان عوده أبوه. الشيء اللي أنت بتعود ابنك عليه أكيد رح هو يكبر معه. إحنا أوقات منشوف أنه العلاقات قديما كانت مبنية على التسلط والأوامر والنواهي
والتعليمات والأسئلة والاستجوابات. هذا شيء مهم. هذا شيء مهم. التربية. هذا شيء أنا مع إنه يكون هذا الشيء لأنه دائما ما بنقدر إنه نفتح جميع الأبواب أكيد. ونفتح مساحات كبيرة لأبنائنا صحيح. لأنه أنت زي ما تفضلتي العالم مفتوح. صحيح. إذا إحنا نظرنا إلى أبنائنا على إنهم هن صغار ومش واعيين وبس بدنا نتصيد الأخطاء ونبحث عن لما يختفي الإبن أو يسكر على حاله غرفته وبدي بس أنا أكون أستجوب هذا الإبن أكيد إبني أنا ما رح يكون منفتح معي رح يكون منغلق أكثر. فلو نرجع على الأسس السليمة لتعويد الأبناء عليها سنجد إنها ما في قاعدة ثابتة لكن ممكن إحنا نرتكز على مجموعة من الأسس اللي هي أول شيء إنك تكون قدوة وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة سيدنا عيسى كان بارا بوالدته لو اطلعنا إحنا على أعظم قصة حب في القرآن الكريم سنجدها بين يوسف ويعقوب لما كان هو أبوه ملجأه يحكي له عن أحلامه عن تطلعاته هاي أول شغلة اللي هي القدوة الحب الحوار كون أنت محاور لابنك مش تستجوبه أنت احكي عن يومياتك احكي عن الأشياء اللي صارت معك واسمعه أكثر هاي النقطة بتنقلنا لشيء تاني اللي هو الإنصات كن منصتا استمع أكثر لأنه كثير دائما بنلاقي إنه الأهل هم اللي بيحكوا كثير فابنك إذا أنت كترت حكي فبالتالي هو رح يتمرد عليك أكثر رح ينغلق على حاله أكثر أما إذا استمعت إله بإنصات باهتمام بحب بثقة بأمان فبالتالي ابنك رح يتحدث عن الأشياء اللي بتصير معه فهون إحنا بنرجع لفكرة إنه لازم يحكي لي الأشياء اللي بتصير معه نقطة مهمة جدا جدا اللي هي المدح امدح إنجازات ابنك مش بس تدور على وين الخطأ اللي ابنك بيعمله آخر واحدة اللي هي إنك أنت تقدر وتكون فخور بابنك وتفخر بذات ابنك يعني ما تدور دائما على الأخطاء دور على الحسنات إذا كانت حسناته أكثر من سيئاته فبالتالي بدي أضلني أمدح بالحسنات والأخطاء الصغيرة هاي تقوم مع الوقت قديش اليوم مهم أنه القدوة الأهل أو المسؤولية نحملها لأبنائنا طبعا المسؤولية حسب كل طفل وشو عمره قديش كمان بتطلع طفل سوي وطفل ناضج للمجتمع هلأ ثقة الطفل بنفسه هي مستمدة من ثقة الأب بهذا الإبن امنحه الثقة والأمان لحتى أنت تقدر تجد في ابنك الشيء اللي أنت تبحث عنه إحنا مندور على صورة مثالية أو كمال ما في شيء كامل أنت تذكر حالك وأنت صغير بهذا الموقف أو بهذا الوضع الحالي لما أهلك طلبوا منك شيء معين يفوق قدراتك هن متوقعين منك شيء معين أنت خفض سقف توقعاتك امنحه الثقة بأنه هو يستطيع بس إذا طلبت أن تطاع فطلب ما يستطاع فبالتالي أنا لما بدي أمنح ابني الثقة بأنه هو يستطيع فبالتالي بدي أكون عارفة هل يستطيع فعلا أنه يقوم بهذا الشيء هل أنا عندي القدرة على أني أميز نقاط القوة عند ابني ونقاط الضعف عنده بحيث أني أتجنبها هلأ كيف بقدر أبني هاي الثقة بأني أنا أكون حاضنة لهذا الطفل وصديقة لهذا الطفل بحيث أنه هو يشعر بأنه أنا أمي تثق فيه بأني أنا أستطيع أن أفعل هذا الشيء بس الأم بالمقابل بدها تكون عارفة هل هو بيستطيع أو لا يستطيع طيب. يعني هلا يعني تحدثت عن الأم والأب يعني إحنا نحكي اليوم عن المدخلات نحكي اليوم عن قديش في ظروف محيطة ممكن تأثر بهاي العلاقات تحديدا لا سمح الله يكون في مثلا مشاكل بين الأب والأم وهذا ممكن ينعكس على الأبناء تحديدا كيف ممكن نعالج هذا الموضوع في وقت معين إذا كانت المدخلات والظروف غير ملائمة وغير مساعدة لبعض بنية العلاقة ما بين الأهل والأبناء هلأ المدخلات كثيرة والمدخلات السيئة سريعة التأثير لأنه في مثل كانوا دائما يعني بالمدرسة يحكوا لنا يا جيب أنت صحن تفاح في تفاحة معفنة فالعفن رح ينتقل للتفاحات المناح دماغك نفس الشيء الخلايا العصبية اللي بتشتغل صح عددها قليل واللي ما بتشتغل هي بس متفرجة والأطفال نفس الشيء والأبناء نفس الشيء بيتأثروا بالأشياء السلبية لأنها سهلة ودائما الشيء اللي يحتاج إلى مجهود احنا بنحاول انه ما نعمله زي العادات الكويسه فالمدخلات كثيره والمدخلات السلبيه كثيره هلا هل نستطيع اصلاح ما افسده الزمن او المدخلات. اكيد نستطيع دائما بيقولوا ان تصل متاخرا خيرا من ان لا تصل وبيقولوا كمان ما غاب من حضر
انت اذا كان عندك الوعي الكافي بخطورة المدخلات وانك قادر انك انت تحدث تغيير في ابنائك، فاكيد اولادك هم الاولويه لانهم هبه ونعمه من ربنا، فبالتالي هم اولى حدا بانك تشتغل عليهم. كيف بقدر اصلح؟ اول شيء باني انا اكون ملم جدا 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 بالمدخلات هاي، واكون على اطلاع بكل شيء هن بيتابعوه، فبالتالي بدي انا اجلس معاهم احاورهم بالاقناع والمنطق، مش في الإجبار والأوامر والنواهي والأسئلة وكثرة الاستجوابات. هلا إصلاح هذا الشيء بيجي منا إحنا كبالغين بأنه إحنا نشتغل على حالنا أكثر. إذا ابني شافني أني أنا بشتغل على تطوير نفسي فبالتالي رح يستجيب إلي أكثر، إذا شافني أني أنا مش قدوة حسنة لإله أكيد ما رح يستجيب، إذا كانت تتنافى أقوالي مع أفعالي صح. لن يستجيب. بدنا نكسر الروتين، بدنا نبحث على طرق عملية و يعني نقدر نمارسها في حياتنا اليومية لحتى نكسر هذا الروتين. بدنا نخلي أولادنا لو مرة واحدة في الأسبوع يكونوا هم المسيطرين مش إحنا. كيف يعني؟ بأنه مثلا مشوار يوم الجمعة، خلي ابنك يختار هذا المشوار، خليه هو حدد الوجهة اللي إحنا بنروح عليها. في صعوبة؟ لا ما في صعوبة، أعطيه خيارات، احكي له في 1 2 3 في أماكن كتير حلوة. هلأ في الأردن مع وزارة الثقافة عم يعملوا أردننا جنة، الرحلات صارت رخيصة كتير، فبنقدر إحنا بأبسط التكاليف نحدث تغيير في حياة أبنائنا. نبحث عن أشياء بمقدورنا أنه نعملها من ناحية المادية، من ناحية وقتي، من ناحية ظروفنا الاجتماعية، نكسر هذا الروتين بمنحهم المجال إنهم هم يختاروا الأنشطة اللي إحنا ممكن نعملها. هلا قديش مهم انه نعطي ابنائنا الخيارات ضمن نطاق ما نريده نحن؟ يعني اعطيه هذه الثقه، يعني اختار تلبس البلوزه الزرقاء ولا الخضراء، تنتين انا جهزيتهم أيوة. بس مش لبسك الصفراء مثلا. قديش مهم انه نحن نعطيهم هذه الحريه والثقه ضمن نطاق ما نريده نحن؟ هلا بدايه انا بدي اكون عارفه شو حدود امكانياتي، اوكي، شو الخيارات المتاحه بالنسبه لي. اذا تعود الولد على انه أهلي بخيروني مش بيأمروني، اعتاد على هذا الشيء منه هو صغير، لا منبلش معهم من هن كتير صغار، لأنه في ناس تقول لك لا هو ما بيميز ما بيعرف، لا بالعكس هو بيميز وبيعرف، لأنه أي شيء بده إياه في الحياة حتى لما يكون بيبي تعطيه أنت الحليب ما بده يرضع هذا قرار، فبالتالي فهو قادر ياخذ القرار. لما يكبر شوي صغيرة بده ياكل ما بده ياكل، عنده القدره على اتخاذ القرار، عنده القدره، فبالتالي بيميز. لكن مداركه وادراكه ووعيه بيكبر معاه كل ما كبر، فبالتالي انا بحط الخيارات اللي انا بقدر اوفرها لابنائي. لو وعدته بشيء معين، هل انا عارف اني رح اقدر احقق هذا الشيء؟ وهذا الشيء كمان بينطبق على العقوبات احيانا، لما بنكون احنا حاطين رولز معينين في البيت وبنقول لهم اذا عملت كذا رح تحصل على كذا، أو إذا ما عملت كذا رح تكون العقوبة بالتالي كذا. هل العقوبة تتناسب مع الإمكانيات اللي عندي؟ هل أنا رح أنفذ هذا الشيء؟ فالخيارات المتاحة بدي أكون أنا عارفة إنه هذا الخيار قابل للتنفيذ أو لا، ضمن ظروفي المادية، ظروفي المعيشية، ظروفي الوقتية والاجتماعية بشكل عام. فبالتالي هاي الخيارات أنا بأمنها وبوفرها وأنا عارفة إنها قابلة للتنفيذ. إذا اعتاد الطفل على هذا الشيء أكيد رح يعتاد على انه معي الحريه باني انا اختار واقرر. طيب هلا يعني احنا بصراحه انت تفضلتي على موضوع الثقه، انا بجوز اركز شوي على موضوع الثقه لانه كثير اليوم العلاقات بتنبنى على الثقه، سواء الاصدقاء او الابناء مع الاهل، كثير في اباء مثلا بوعدوا ابنائهم بشيء معين ولكن ما بينفذوا، فالثقه بتقل عند الطفل في مراحل مبكره، بعدين يكبر انه ما في ثقه، لا ابوي ما راح يعمل لي هذا الشيء لانه وعدني اكثر مره ما عمل لي هذا الشيء. قديش مهم اليوم انه احنا نكون صديقين مع ابنائنا، حتى لو انا ما بقدر اعمل هيك، انه يكون في مبررات، انه انا افسر انه انا ما بقدر اعمل لك هيك لانه هيك هيك، بين الوضع المادي او الاجتماعي او النفسي ايا كان، قديش هذا مهم حتى يكون في واقعيه في الحياه للطفل عندما يكبر. هلا الاساس في العلاقه هو الصدق والرحمه والحب. اذا منحوا هدول للطفل من هو صغير وكبروا معاه وشافوا انه في اريحيه في التواصل ما بين الزوج والزوجه، في صراحه في التواصل، يعني الزوجه بتكون صريحه جدا مع زوجها وما بتقول لابنائها انه مش تحكوا لبابا ايش صار اليوم، هذا الشيء بيعود الطفل على انه ما هي ماما بتخبي فليش انا احكي. فانت لازم تكون علاقتك مع ابنك علاقه مبنيه على الصدق والصداقه. هل ابنك صديق لإلك ولا هو بيختار حدا تاني؟
كيف يعني صديق؟ الصديق أنت بتبوح له بأسرارك صح؟ صحيح. لما بتحتاجه بتلاقيه بوقت حزنك بوقت فرحك. فهل والدك أو والدتك صديق لإلك؟ بس فكر بهاي، إذا وجدت الإجابة فبالتالي علاقتك مع ابنك ممتازة. في مؤشرات على أنه هاي العلاقة علاقة صداقة، في عمق في العلاقة، أنت إله الأمان وأنت إله السند وأنت إله الصديق وأنت إله الأخ، ما عنده أي تردد في أنه يحكي لك أسراره أو يحكي له مشاكله أو أي مشاكله، يحكي لك تطلعاته وأحلامه. فهاي المؤشرات بتخليني أعرف أنه هل أمي وأبوي أصدقاء لإلي؟ إذا كان العكس شو أهم المؤشرات؟ المؤشرات هتكونوا أصدقاء إلي؟ أول شيء أنه يحكي لك أحلامه وتطلعاته، يحكي لك يومياته، يحكي لك أسراره، يمسك بإيدك وهو طالع، يجلس معك ويحكي عن الشيء اللي مضايقه بدون ما يكون خايف من ردة فعلك. لأنه أوقات إحنا بنقول لهم احكوا لي شو صار معكم اليوم، بيحكي الخطأ اللي صار معه، فالأم بتثور، بتكون ردة فعلها عنيفة، بتكون إنه ليش عملت هيك، ليش صار معك هيك، لو إنك تصرفت هيك، بتبلش اللوم والعتاب وبتحكي له إنه يعني منبلش بالهجوم هجوم هجوم. فبالتالي ابني بياخد موقف، المرة الجاي ما رح يحكي لي. مؤشرات العلاقة السطحية اللي هي عكس العلاقة العميقة، واللي هي إني أنا فقط بقدم أوامر ونواهي وتعليمات ورقابة، يعني مثل الشرطي. نعم. اليوم برأيك على موضوع الخطأ، قديش مهم اليوم الأهل يكونوا معا لحل هذه المشكلة أو لهذه الخطأ، مش وقت إني أنظر على الولد أو على البنت خلال هاي الفترة، فقديش مهم الثقة في إنه أنا لأهلي إنه أنا والله قادرين يحلوا لي هاي المشكلة، مش يلوموني ويزيدوا المشكلة علي. هلأ بداية أنا بدي أكون أنا نفسي بتصرف بالطريقة هاي. أوكي. أنا والأب نموذج حقيقي واقعي صادق وصريح. يعني نرجع لفكرة القدوات، إذا أنت وزوجك كنت قدوة لأبنائك أكيد أبنائك رح يطلعوا مثلك. امنح الحب ستحصلين على الحب، امنح الثقة رح تحصلي على هاي الثقة، امنح الصدق والصراحة رح تحصلي على هذا الشيء بالمقابل. ابني أنا لما يجدني أني أنا صريحة وواضحة وبالعامية بنقول ما بلف وبدور في علاقاتي، فبالتالي ابني بالمقابل رح يكون مثلي، لأنه بالأخير أنت بتزرع ستحصد الشيء اللي أنت زرعته. نعم. بس هلا ما ننكر في فترة من الفترات للطفل أو الابن في فترة المراهقة تحديدا، هاي فترة جدا ممكن تكون صعبة على الابن وعلى الأهل، بجوز مرينا بهاي المرحلة، ليش لازم تكون صريحة وفي أسس معينة تختلف عن الطبيعة العادية أو العلاقة العادية بين الأب والأبناء، ليش مهم أني أنا أكون حذر بهاي المرحلة تحديدا ويكون التعامل شوي مختلف وتكون خلينا نحكي العين على الابن أكثر من أي عمر معين؟ هلأ هاي المرحلة هي من أهم وأخطر المراحل في حياة الابن أو الابنة، يجب على الأب أنه يتفهم طبيعة هاي المرحلة وخصائصها والتغيرات اللي بتطرأ على الطفل في هاي المرحلة، أنه بلش يكبر، بلشت ميوله تتغير، توجهاته تتغير، نظرته إلى نفسه بلشت تتغير. نعم. فبالتالي أنا بدي أكون على وعي وإدراك تام بخصائص هاي المرحلة، لأنه هاي المرحلة لو إجينا شبهناها بالمنحوتة اللي هي الصخرة، النحات لما بيجي بينحتها بيكون رقيق ولين عشان تطلع معاه الصورة النهائية، إذا كتر النحت إيش رح يصير في المنحوتة؟ رح تتكسر. طيب. فبالتالي أنا بدي أكون منصت جيد لابني، يكون في لغة حوار بيني وبين ابني، يجب أن أمنحه الأمان لما بجلس وبدي أحاوره في حوار معين، أكون أنا وياه أصدقاء قدر الإمكان، بحيث أنه أنا أكون الملجأ لهذا الابن وأتعامل مع ابني على أنه شخص مدرك وناضج ومكتمل المشاعر. نعم. هذا الابن في هاي المرحلة هو مكتمل المشاعر، الحساسية بتزيد، بدي أتعامل مع هاي الحساسية، الدور علي أنا بإني أكون واعي لخصائص هاي المرحلة. هلا للأمانة حضرتك من القلائل اللي بيجوا لنا بيعطيناها معلومات علمية ويعني طليق فيما نقدم، شكرا جزيلا هلا للأمانة، معلومات قيمة جدا، وإن شاء الله إنه نقدر نطبقها للأهالي طبعا اللي عندهم أبناء ليتعاملوا مع أبنائهم. نشكرك وشكرا جزيلا لهذه المعلومات. سعيدة جدا. احنا أسف. شكرا كثير.